جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، انطلاقة شوطنا هنا الثالث في مجموعة الأشواط، شوطنا الثالث الخاص هنا أيضا بثنايا القعدان المحليات الأصايل من هجن أصحاب السمو الشيوخ على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات المسائية الجميلة. هنا نتابع هذه المجريات وهذه الانطلاقات المتميزة لمسافة 8 كيلومترات في هذا الانطلاق المميز الجميل. نتابع معكم المسيرة، نتابع هذه الأسماء المتواجدة بوزنها وثقلها هنا على أرضية هذا الميدان. نتابع صدارة هذا الشوط والمركز الأول والمنطلق على صدارة وعلى المقدمة. هنا يأتي بهذه الانطلاقة شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر خليفة بن سالم بالصقعة على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني مليح يأتي في المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم لينيبي في التضمير المنطلق على المركز الثاني. وفي المركز الثالث يتواجد شاهين على المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أيضا، وبقيادة مبارك سهيل بن مبارك بن مرقان لقتبي من يأتينا ثالثا. وفي المركز الرابع، المركز الرابع الحر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابع مسري بن سالم بن العرطي الحميري وظبيان المنطلق على خامس مراكزنا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. وفي تضميره هنا المضمر سيد سعيد بن عبيد الحميري، وعلى المركز السادس، المركز السادس هنا القادم في هذه اللحظات بهذا الانطلاق المميز معروف من هجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فران المري والتسلل من الجانب الآخر، ولم يأتينا من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. وعلى المركز السابع، المركز السابع والانطلاق هنا من قبل مشرف من هجن العاصفة مع غياث الهلالي بالانطلاق والتحدي الجميل. وعلى المركز التاسع، المركز التاسع ياتي دسمان من هجن العاصفة ايضا غياث الهلالي يتابع بهذا الاداء. وعلى المركز العاشر معطش سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وفي المتابعة سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي. هذه هي النتائج مشاهدينا الكرام للمراكز العشرة الاولى المنطلقة على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة. نعود مشاهدينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الصدارة. هنا المسيطر على زمام الأمور شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابع الكابتن خليفة بن سالم بالصقعة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور هو على الصدارة. بينما المركز الثاني، المركز الثاني ياتي مليح سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هنا شباب المرموم يتابعون سعيد بن سالم لينيبي من يتابع بهذا الاداء المميز الجميل والتحدي هو الإثارة. بينما المركز الثالث ياتي ظبيان سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وفي المتابعه سعيد بن عبيد الحميري احد شباب هنا الخوان في هذا الانطلاق المميز الجميل. ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى التسلل في هذه اللحظات، هنا التسلل من مشرف، هنا مشرف من يتسلل في هذه اللحظات من هجن العاصفة، يتابع غياث الهلالي من يتسلل بدوره إلى ثالث مراكزنا. وفي المركز الرابع الحر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أيضا مرهم سري بن سالم بالعرضي الحميري، والقادم والم من هجن العاصفة، وأيضا هنا دسمان من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي والضيف القادم من ميدان التحدي هناك معروف يأتينا بهذا الأداء
من هجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران المري من يتابع بهذا الانطلاق المميز الجميل. مرحبا بالجميع على أرض الكرم والجودة هنا، نرحب بجميع القادمين من دول مجلس التعاون، نرحب بهذا الشعار العنابي المميز، الشعار الأدعم الذي دائما يأتينا بجديده وجديده. نتابع هنا المركز في هذه اللحظات، المركز السابع يتواجد شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سهيل بن مبارك بن مارخان التبي، وفي المركز الثامن الحر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم انضم مسري بن سالم بن عرضي الحميري. وهناك ياتينا بهذه اللحظات معطش سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مضمض ذكريات سعيد بن محمد بن حزيم. وهناك ياتي الفيل من هجن العاصفه عاشرا بمتابعه غياث الهلالي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في هذا التحدي المميز الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الانطلاق، إلى التحدي، إلى الإثارة. وأرى التسلل من الجانب الآخر، معروف بدأ يتسلل من الجانب الآخر إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. معروف من هجن الشحانية يتابع جابر بن سالم بن فران المري الشبل، الشبل من يتابع معروف بهذا الانطلاق هنا والتحدي والإثارة. بينما المركز الثاني، المركز الثاني يأتينا والم على المركز الثاني، والم هنا من هجن العاطفة يتابع غياث الهلالي، وكذلك هنا أيضا التسلل بهذه اللحظات. ويأتي ناد اسمان من هجن العاصفة أيضا يتابع غياث الهلالي في هذا الانطلاق الجميل والوصول. هنا يأتينا مليح سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم النيبي في تضميرة المنطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس مشرف هنا من هجن العاصفة غياث الهلالي في التضميرة، والحر المنطلق سادسا الحر اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم همسري بن سالم بالعرض الحميري في التضميره. وياتينا شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وفي المتابعه سهيل بن مبارك بن مرخان سابعا، وظبيان في المركز الثامن لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وفي التضميره سعيد بن عبيد الحميري ومعطش هناك تاسعا المنطلق بهذه اللحظات. ولكن أرى هنا الفيل من هجن العاصفة يتابع غياث الهلالي يتدخل تاسعا، وفي المركز العاشر معطش ثم الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن محمد بن حزيم في التضمير. هذه هي النتائج مشاهدينا الكرام للمراكز الأولى المنطلقة في هذه التحديات الجميلة. نعود إلى الصدارة، نعود مع الثلاثة كيلومترات ومغادرتنا لحزام الغابات، والثلاثة كيلومترات هنا ننطلق بهن إلى صدارة، ننطلق بهن إلى المقدمة، إلى صدارة هذا الشوط، إلى والم على الصدارة، والم على المقدمة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة وبمتابعة غياث الهلالي على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. معروف في المركز الثاني، معروف على المركز الثاني هنا من هجن الشحانية يتابع الشبل جابر بن سالم بن فاران على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث والمنطلق هنا دسمان من هجن العاصفة يتابع غياث الهلالي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع يأتي الحر على المركز الرابع، الحر على المركز الرابع سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم، وفي متابعة أيضا وتضميرة الخبير مسري بن سالم بن عرضي الحميري. وعلى المركز الخامس، المركز الخامس يأتي مليح سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع أحد الشباب سعيد بن سالم اللي نبي في تضميرة هنا المنطلق. هذه التحديات الجميلة. وسادس المراكز ظبيان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري في التضمير. من يأتينا هنا بهذا الانطلاق المميز والقدوم من مشرف من هجن العاصفة غياث الهلالي في متابعته هنا هذا الانطلاق على سابع المراكز. وفي المركز
الفوز الثامن هنا المنطلق ثامنا شاهين مشرق حمدان بن رهب سعيد المكتوم وفي تضمير سهيل بن مبارك بن مرخان والفيل القادم من هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي أعود إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول بعد أن غادرنا أيضا ودخلنا في أيضا ممر العبور إلى المنصة الرئيسية إلى الفوز وإلى الناموس. هنا المقدمة والم والم على الصدارة والم على المقدمة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور والم هجن العاصفة يتابع غياث الهلالي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني معروف من يأتي على المركز الثاني معروف على المركز الثاني من هجن الشحانية جابر بن سالم بن فران في تضميره من يأتي على المركز الثاني وفي المركز الثالث المركز الثالث هنا دسمان من هجن العاصفة يتابع غياث الهلالي في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحديات. ولكن هنا 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 الصدارة هنا المقدمة والمركز الأول معروف من ينطلق على الصدارة ينطلق على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط معروف المنطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول بيضيف النقطة الثالثة في هذه الأمسية التراثية الجميلة وبيسجل الهاتريك هنا على أرضية هذا الميدان الهاتريك هنا من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران من ينطلق على صدارة على المقدمة على المركز الأول في هذا الانطلاق الجميل. تهانينا تهانينا لمالك هذا الشعار وداعمه سيدي سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني على هذا الأداء المميز. شكرا يا بن فران على هذا التقديم مثل هذه النوعيات المتميزة. هو مشاهدينا الكرام معروف على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. تهانينا لهجن الشحانية على هذا الأداء المميز الجميل والنقطة الثالثة في هذا المساء الجميل هنا لهجن الشحانية. تهانينا والناموس تهانينا لجابر بن سالم بن فران المري على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. بينما المركز الثاني المركز الثاني وصل هنا ايضا نسمان على مركز ثاني من هجن العاصفة وفي المركز الثالث مشاهدينا الكرام والقادم هنا في هذه اللحظات والم من هجن العاصفة على ثالث المراكز وفي المركز الرابع المركز الرابع ظبيان سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب سعيد المكتوم والمركز الخامس أتانا الفارس سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم من وصل على المركز الخامس. ونعود إلى التوقيت الزمني هنا ولحظة وصول معروف إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس 13 دقيقة 12 ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لهجن الشحانية تهانينا للمضمر جابر بن سالم بن فران المري بينما المركز الثاني كان من نصيب هنا أيضا نسمان من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي من أتى على المركز الثاني في هذا الانطلاق المميز الجميل هنا والتحدي والإثارة قاطعا المسافة فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 22 ثانية ثمانية من الأجزاء من الثانية. أما المركز الثالث فكان من نصيب والم من هجن العاصفة أيضا بمتابعة غياث الهلالي أهانينا له والناموس على هذا الأداء المميز الجميل في مسيرته وانطلاقته وتحدياته قاطعا المسافة ولحظة وصوله إلى خط النهاية هنا 13 دقيقة 33 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس تهانينا للجميع.